بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم الجديد استوديو الشباب، الذي نطل من خلاله على قضايا واهتمامات الشباب العماني في مختلف مناحي الحياة، وخاصة جوانب العمل والإنتاج والمشاركة في صنع المستقبل لبلادنا الحبيبة عمان. وتتناول الحلقة الأولى من هذا البرنامج موضوع ريادة الأعمال وكيفية دعم ومساعدة الشباب في إقامة مشاريعهم الخاصة. ويسرنا في البداية أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، وهم الأستاذ سالم بن علي الناصري، مدير عام البرامج بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونرحب أيضا بالشيخ شبيب بن محمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز عمان. ونرحب أيضا من برنامج شركتي التابع لمؤسسة إنجاز، نرحب بالشابين عزان بن محمد البوسعيدي، طالب كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس وصاحب فكرة شركة، وعزة بنت سعيد الغيثي، موظفة في قسم الموارد البشرية في شركة مسار للحلول التسويقية وطالبة بالكلية التقنية العليا بالخوير. مرحبا بكم جميعا في أولى حلقات برنامجكم طبعا استوديو الشباب. مرحبا. طبعا رايحين نبدأ الحوار، بس نشوف هذا التقرير مع بعض حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال واهتمام الدولة بهذا الجانب، ثم نتابع الحوار. وهناك كلمة نود توجيهها للشباب، توجيهها للشباب العماني بهذه المناسبة، وهي أن العمل بقدر ما هو حق فهو واجب، وأن على كل من أتم تعليمه وتأهيله الانخراط في أي عمل مفيد يحقق فيه ذاته ويسعى من خلاله إلى بلوغ ما يطمح إليه، وعدم الانتظار للحصول على عمل حكومي. تفاصيل المهمة، المهمة واحد، قم بتحميل فيديو وأنت تشرب ماونتن ديو وتصرخ. قوي قلبك. نفذ مهمة ديوكرو الآن على ديوكرو@arabia.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو، قوي قلبك. أهلا بكم من جديد، ونذهب مباشرة إلى المحور الأول في هذه الحلقة،
وهو ريادة الأعمال الغاية والأهمية. ونبدأ معك سالم، طبعا تابعت النطق السامي لجلالة السلطان المعظم والاهتمام على أعلى المستويات بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحث الشباب للعمل والاجتهاد والإنتاج. أنا أسألك فيما يتعلق بمفهوم ريادة الأعمال في بلادنا، يعني ما هي الأسباب بهذا الاهتمام في الآونة الأخيرة، وهل هذا المفهوم واضح لديكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا على الاستضافة أخي يوسف. طبعا لو أخذنا مفهوم ريادة الأعمال بشكل المبسط، رائد الأعمال هو عبارة عن شخص لديه فكرة ولديه العزيمة والقدرة على تحويل تلك الفكرة إلى واقع عملي. طبعا أهمية ريادة الأعمال تأتي من منطلق أهميتها في يعني المساهمة في تنمية اقتصاد البلد، خلق فرص عمل سواء كان للشخص نفسه أو لأفراد المجتمع الآخرين، لأن المؤمل الفكرة تتحول إلى مشروع، وهذا المشروع ربما يبدأ صغيرا ثم بعد ذلك ينمو ليصبح مؤسسة تساهم في تنمية الاقتصاد البلد، توفر فرص عمل. أيضا ريادة الأعمال هي يعني طريق لخلق أسواق جديدة لمنتجات وخدمات جديدة، لأن هي عبارة عن ابتكار خدمات، ابتكار يعني منتجات تساهم مستقبلا في رفع اقتصاد البلد ورفع اسم البلد. إذن مفهوم فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل، أيضا المساهمة في بناء الاقتصاد، أيضا السير بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو النجاح، وأيضا نحو العالمية. طيب شيخ شبيب، نحن في السلطنة بالتحديد أين نقف فيما يتعلق بهذا المفهوم وما قاله سالم؟ هل هو ينسجم فعلا مع الواقع من خلال تجربتك؟ يعني احنا شفنا في الآونة الأخيرة في جهود جبارة من قبل الحكومة ومن قبل القطاع الخاص وحتى من قبل القطاع المدني، مؤسسات القطاع المدني، المجتمع المدني، انها تحاول تقدم خدمة تناسب رواد الأعمال معنا في السلطنة. بس اذا تكلمنا عن واقع الحال معنا في السلطنة، في شغل كبير المفروض يتم، وانا ما اتكلم عن الشغل المفروض يتم في السوق، المفروض اللي قبل الشاب ما يتخرج حتى المدرسة، قبل والمجتمع. والمجتمع قبل ما يوصل الجامعة، غرس مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر يحتاج جهد كبير. إذا تكلمنا عن الأرقام اللي موجودة معنا في السلطنة، وهالأرقام تم الإفصاح عنها هذا الأسبوع في وسائل الإعلام الرسمية والحكومية، 1,500,000 أجنبي مسجلين وافد معنا، وافد يعملون في السلطنة، وأغلبهم يعني يشتغلوا في القطاع الخاص. صحيح. طيب إذا هذا معانا مؤشر أنه في فرص موجودة، ليش الشباب ما يأخذوا هذه الفرص؟ وهنا تيجي مسألة أنه هي ثقافة، كيف أنه ممكن أنا أستغل الفرص اللي موجودة في السوق؟ طبعا في عدة عوامل تدخل فيها، ما نقدر نختزلها فقط في ثقافة ريادة الأعمال، لكن أعتقد معانا تحدي كبير جدا. الحلو في الموضوع أنه في رغبة حقيقية للعمل باتجاه نشر ثقافة ريادة الأعمال. طيب أنت يعني أنتم في إنجاز، يعني من خلال المؤسسة ومن خلال هذا البرنامج العالمي بالحقيقة إنجاز عمان، طيب هل وجدتم أن الشباب لديهم الاستعداد ولديهم الفهم أيضا في أنهم يدخلوا يعني قطاع ريادة الأعمال؟ نعم، احنا طبعا عندنا عدة برامج، المؤسسة صار لها اكثر من 94 سنة موجودة في اكثر من 120 دولة، استفاد منها اليوم اكثر من 100 مليون شاب وشابة حول العالم. معنا في السلطنة الانطلاقة كانت في 2006، تركيزنا كان على المدارس، قدرنا الحمد لله في 2010 نوصل لجميع المحافظات من مسندم لإنفار. في 2011 غيرنا شوية وصار تركيزنا من 18 إلى 24 سنة، اطلق عليها الاكزيت بوينت، اللي هم بيتخرجوا بينضموا إلى سوق العمل سواء كانوا عن طريق الشهادة العامة أو أنه بيكمل تعليمه العالي.
هذه اذا تكلمنا عن كم عددهم تقريبا؟ يعني احنا نتكلم عن شريحه اذا تكلمنا عن مدارس 600 الف طالب في حدود 550 الى 600 وفي التعليم العالي 85 الف وزياده. انت عارف انه لكن انتم عندكم في المشروع احنا هنا هذا التحدي اللي مواجهينه. 2006 لليوم قدرنا نوصل ل 15 الف طالب وطالبه. طبعا هذا الرقم بالنسبه لكم يعني ضئيل لحجم السوق اللي المفروض احنا نوصله. بس في النهايه احنا مؤسسه غير ربحية وقائمة على دعم القطاع الخاص. وسر نجاح المؤسسة وهو أكبر تحدي لها أن احنا اللي نفذ البرنامج متطوعين من القطاع الخاص، أشخاص عندهم خبرة، يعني عاشوا مجال ريادة الأعمال 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، ينقلوا حصيلة خبراتهم لطلاب المدارس وطلاب الجامعات ويقتنعوا بعدين. وهذه النقطة اللي كنت أحب أوصل لها، أنه في قدوة محلية من القطاع الخاص ناجحة. الطالب تدريجيا يبدأ يقتنع انه والله في معانا تجار وفي معانا رواد اعمال عمانيين موجودين غير الاجانب وناجحين ومرتاحين في عملهم ومرتاحين ماديا. يبدا يفكر والله انا في وظيفه حكوميه وفي وظيفه في القطاع الخاص، لكن في خيار ثالث وان انا اسس مشروعي الخاص ومن خلال برنامج انجاز او برنامج ثاني. انا تعرفت على عده قصص نجاح من خلال البرامج اللي تطرحها انجاز او مؤسسه ثانيه، ويصير هذا الشخص قدوة عند الطالب. يبدأ يفكر الطالب أنا ممكن أبدأ مشروعي الخاص. بس هنا إحنا فقط دور زرع الفكرة. نحتاج تعاون مؤسسات ثانية قائمة سواء كانت حكومية أو خاصة. بأخذ اليد مع هذا الشاب والانطلاق. والهيئة لا موجودين. والهيئة الحين موجودين فعلا. طيب، وإحنا عشان كذا على فكرة هذا البرنامج من أجل ذلك، يعني من أجل أن نحن ندفع بالشباب وأيضا نخلق هذا المفهوم من خلال الشباب أنفسهم. عزان، أنت كشاب وداخل منخرط في هذا المشروع، كيف تنظر إلى موضوع ريادة الأعمال؟ يعني هل هو موضوع مهم بالنسبة لكم أنتم كشباب؟ في البداية أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة الطيبة. ريادة الأعمال طبعا توجيهات صاحب الجلالة بالاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، مفروض هالشيء لازم يعطي عزيمة حال كل شاب أنه ينقرس في ريادة الأعمال وأنه يكون إلا الشركة الخاصة فيه، أو أنه ما يفكر أنه مثلا أنا أدرس بعدين أتخرج وأتوظف، يفكر أني أنا أخلص دراسة يكون عندي شركة أنا اللي أوظف. ما العكس، يعني ما تصير عملية أنا أنتظر الوظيفة تجيني. حاول أنت تكون تبادر وتكون عندك مبادرة على أساس أنك أنت تكون عندك شركة خاصة تعمل فيها، الكسب المادي يكون حالك، ونفس الشيء تكون تفتح فرص مجال عمل للافراد الثانيين الموجودين في المجتمع. طيب، انتم كشباب الان، انت في جامعه السلطان قابوس، يعني هذا التفكير تفكير كبير، يعني انه والله تتخرجوا، ربما هذا التفكير ما كان موجود في جيلنا نحن، يمكن سالم ما كان عندكم بعد يعني في جيلكم، يعني الان انتم تفكروا فعلا بهذه الطريقه كشباب، انه هذا المفهوم اصبح واسع ومتسق مع الواقع، بحيث انه فعلا الشباب تفكروا انكم تكون لكم مشاريعكم الخاصة. أيضا مثل ما قال شبيب أنه في تجارب ناجحة تستفيدوا منها، يعني هذا التفكير موجود عندكم؟ والله في البداية ما كان موجود، بس الحين يعني مع توجيهات صاحب الجلالة وفي يعني الحين بدأت تظهر مؤسسات جديدة يعني لها علاقة في هالمجال، يعني هالتفكير بدأ ينضج معانا. والحين تقريبا يعني الحين تفاجأت أنا لما كان في الجامعة معانا اللي هي تسجيل عشان مشاركة إنجاز، يعني كان مطلوب 100 شخص 100 طالب، فكنت حاط ببالي انه يمكن هال100 شخص ما يكونوا موجودين، يعني بس الحمد لله العدد تجاوز 600 شخص ما شاء الله. ايوه، فكان شيء يعني شيء مفاجئ ان يعني الفكر الشباب صار الحين ناضج وكلهم على وعي بالرياده الاعمال. ودخل ال 600 الان؟ لا، هم الحين صار تقليص، بس الحمد لله يعني كان استيعاب حالهم كلهم، بس دخلوا 200 شخص، بس ان شاء الله السنوات القادمه تكون، ونتمنى ان احنا يعني في السنوات القادمه فعلا تاخذوا اعداد اكبر. يعني انت تقول يعني الرقم ضئيل، نعم، ولكن احنا نريد هذا الرقم يعني يتزايد. عزه، يعني مما تم طرحه من خلال زميلك عزان وايضا من الاستاذ سالم والشيخ شبيب ومن خلال ايضا تجربتك انت الشخصيه من خلال برنامجكم، في أي اتجاه تسير ريادة الأعمال عندكم في كلية التقنية العليا بينكم أنتم كشباب؟ هذا المفهوم هل هو واضح بالنسبة لكم؟ لاحظ هالمرحلة بدأت تتمهد لنا ريادة الأعمال، مؤسسات جالسة تقدم المفهوم وجالسة تحاول تعطي للشباب فرص. أول مؤسسة تعرفنا عليها إحنا في كلية التقنية العليا مؤسسة إنجاز. طبعا السنه الماضيه كانت المسابقه بس في كليه التقنيه العليا، وشفنا زملائنا لما شاركوا وتحمسنا كثير وقلنا اكيد اذا
سنحت الفرصه يعني لنا السنه القادمه احنا بنشارك، والحمد لله جاتنا الفرصه وشاركنا وبدا مفهومنا يتوسع كثير في رياده الاعمال. ما توقعنا العدد الكبير اللي كان طلاب كثير كانوا يريدوا يشاركوا في المسابقه، بس طبعا نفس الشيء كان في عدد معين، والحمد لله دخلنا وبدينا في المشروع، وافكارنا خلاص بدات تتفرع لامور اخرى من تخرج. شرحي المشروع. شرحي المشروع. احنا 20 طالب من تخصصات مختلفه من كليه التقنيه العليا. طبعا الفكره كانت في البدايه متطوعين من القطاع الخاص يجتمعوا معنا اسبوع في الاسبوع مره واحده تقريبا، نجلس نعمل خطه للبرنامج. فبدينا نبحث عن الفكره، والفكره نطرحها احنا كفريق، ومن ثم يتم التصويت على احسن فكره. وجينا بالفكره اللي هو النظام التسويق الالكتروني السهل. بعدين بتخبرين تشرحي لي بعدين. أيوه. نظام التسويق الالكتروني هذا اكيد مال الهايبر ماركت والمحلات الكبيره. أيوه. ها وهي موجوده الان، على الاقل هذه المحلات تساعد الشباب يعني بالضبط. في انجاز مشاريعهم. طيب انت تقولون انتوا 20 شاب وشابه دخلتوا في هذا المشروع، طيب الباقين من الشباب هل ايضا انتم تتكلموا فيما بينكم بانه يعني المستقبل لرياده الاعمال، المستقبل ايضا للمشاريع الخاصه لكم، يعني هل هاي الطموح موجود لديكم؟ ايوه كثير، يعني هذا المشروع احنا كنا حاطين في بالنا خلاص بدينا فيه في انجاز، والمشروع يظل قائم حتى بعد مسابقه انجاز. ونلاحظ التفاعل الكبير سواء من الطلبه اللي داخل الكليه اللي حتى مو مشاركين، كيف حماسهم ويسالونا وين واصلين، كيف كذا، ايش الخطه الثانيه، متى التقييم. نلاحظ الحماس الكبير وحتى انه خطط مستقبليه جالسين ندرسها انه عشان نقدر نتخطى هالمشروع بعد المسابقه ويظل قائم. طيب المشروع يظل قائم. أيوه. وبالتالي تشتغلوا في هذا المشروع وما تكونوا باحثين عن عمل. لا ان شاء الله بنبحث عن عمل وبنمسك رياده الاعمال. كل الاثنين يعني. زين. على كل حال يعني هو هذا شيء مشروع لكم في نهايه الامر، ولكن لو شفتوا ان المشروع هذا مجدي بالنسبه لكم بتسيروا فيه وبتنجحوا طبعا. اكيد اذا شفنا هالمشروع بتكونوا موظفين في شركتكم حدكم. ايوه بنوظف ناس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني الفهم واضح يعني بالنسبه للشباب. استمعت الان سالم الى عزان وعزه، يعني انتم الان في الهيئه هل الصوره واضحه بالنسبه لكم يعني فيما يتعلق ان هناك مفهوم اصبح يتوسع؟ نعم. هناك ادراك لدى الشباب انهم يقوموا بمشاريع من خاصه، وبالتالي انتم في الهيئه الحكومه القطاع الخاص يعني محاور الانتاج الثلاثه الاساسيه لديهم هذه الفكره، بالتالي ناخذ بيد الشباب. نحن في الاعلام ايضا لدينا يعني كلنا هذا الفهم الواضح بحيث نحن ناخذ بهؤلاء الشباب وناخذ بايديهم للعمل في رياده الاعمال. طبعا الهيئه منذ انشائها بدات، طبعا قبل الهيئه حتى كان في برنامج اسمه برنامج تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه. هذا البرنامج طبعا انضم الى الهيئه بعد المرسوم السلطاني الذي يقضي بانشاء الهيئه. المهمه الاساسيه، احد المهام الاساسيه للهيئه هو خلق بيئه مناسبه وحصبه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه لكي تنمو وتزدهر في البلد. وطبعا هذا من خلال عده محاور او من خلال عده امور مهام تقوم بها الهيئة. اللي تكلم عنه الشباب طبعا هو انه اشخاص او شباب لديهم افكار ويعني يريدون ان يترجموا هذه الافكار الى واقع عملي. وهذا طبعا جزء من مهمة ريادة نشر ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع. طبعا الهيئة فيما يتعلق بهذا الجانب لديها تنسيق مع عدة جهات. عندما نريد ان ننشر ثقافه رياده الاعمال في المجتمع فلا بد ان ننظر للموضوع بمنظور ابعد. لديك المدارس، لديك الجامعات، ولديك المجتمع ايضا. فلا بد ان يعني تطرق كل الابواب اذا اردت ان تكون هناك منظومه متكامله لنشر ثقافه رياده الاعمال. احنا بدانا مع وزاره التربيه والتعليم، وهناك دراسه تقوم بها الوزاره حاليا، وتكفلت الهيئه بطبعا ميزانيه هذه الدراسه لتضمين رياده الاعمال في المناهج الدراسيه بالنسبه للمدارس. كذلك هناك تنسيق مع وزاره التعليم العالي لتضمين رياده الاعمال في المناهج مناهج الجامعات والكليات.
ايضا احنا لدينا تواصل مع الهيئه العامه لاذاعه التلفزيون بخصوص يعني برامج متخصصه في نشر ثقافه رياده الاعمال، وكذلك من ضمن هذه البرامج هو برنامج استوديو الشباب ايضا. نعم بالضبط. وهناك استبيان بالمناسبه جهزناه في الفتره الاخيره على اساس نشوف ايش راي الناس في البرامج الموجوده حاليا في القنوات التلفزيونيه فيما يتعلق برياده الاعمال، وهذا طبعا راح ننشره في وقت قريب ان شاء الله. ايضا بالنسبه لي هناك لجنه شكلت، ربما تعرف عن هذا الشيء، في من قبل الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون فيما يتعلق بانشاء قناه اقتصاديه مستقله، اعداد دراسه للنظر في امكانيه ذلك. هذه كلها تقريبا يعني القرارات يعني ندوة السياحة الشامخات في الحقيقه يعني. وبالتالي انت تتبلور الى تنفيذ يعني. الى تنفيذ نعم، الى خطط تنفيذيه. كل القرارات التي صدرت عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة التي يعني أقيمت في سياحة الشامخات هي بدأنا منذ نهاية الندوة بترجمتها إلى خطط تنفيذية. طيب أنا الآن بسألك يعني الآن استمعت إلى عزة وعزان والشيخ شبيب أيضا موجود، يعني هذه البرامج وهذه الحاضنات من خلال مثل مؤسسة إنجاز وشركتي وغيرها وانطلاقة، أنتوا على اتصال مع هذه البرامج بشكل مكثف بحيث أنكم تعرفوا فعلا احتياجاتهم إيش، وتستطيعوا من خلال هذه الاحتياجات أيضا أنك توصلوها للقطاع الخاص وأيضا الجهات الأخرى الحكومية، بحيث احنا نطلع باستراتيجية متكاملة ما نتأخر في هذه الاستراتيجية. أنتوا وين وصلتوا بالضبط؟ احنا لدينا تواصل مع الكثير من الجهات، طبعا ما نقول انه في تواصل مع كل الجهات، بخصوص انجاز طبعا ما كان في تواصل، واحنا ابوابنا دائما مفتوحه لكل جهه لديها برامج وتريد ان تتعاون مع الهيئه. طبعا احنا ايضا لدينا مبادره يعني للتعاون مع الجهات الاخرى التي تقدم برامج لدعم يعني الافكار التي تؤدي الى يعني اقامه مشاريع صغيره ومتوسطه. ايضا بالنسبه لي البرامج مثل الاخت عزه والاخ عزان ايضا بخصوص الافكار اللي الان معاهم، هذه الافكار اذا ارتأوهم في المستقبل يعني بعد هذا البرنامج انه يمكن ان تترجم الى مشروع تجاري ناجح، طبعا هو ممكن يعمل الدراسات المبدئيه في هذا الجانب ويشوفوا كيف النتيجه بتكون. بالامكان طبعا هم يتواصلوا مع الهيئه فيما يتعلق بعمليه الدعم الفني، وايضا بالامكان الهيئه انها توجههم للجهات اللي تقدم ايضا الدعم المالي في المستقبل. وانا حقيقه اشجع الاخوه على انهم بدل من يكونوا باحثين عن عمل وفي نفس الوقت يشتغلوا على المشروع يتفرغوا للمشروع اذا كان هم فعلا مؤمنين بهذا المشروع انه ممكن أن يكون مشروع ناجح، لانه التركيز على المشروع هو احد عوامل نجاح المشروع. ويمكن يمكن يعني هذا المشروع قد يكون يعني انطلاقه لمشاريع اخرى، لان هذه افكار في نهايه الامر، والفكره في الاساس هي التي تباع والتي تصاف في نهايه الامر الى انجاز معين كمشروع متكامل. طيب شبيب، يعني ما هو المطلوب لترسيخ يعني مفهوم رياده الاعمال لدى الشباب، والهيئة الآن يعني فاتحة أبوابها في هذا المجال، وأنتم إنجاز أيضا يقولوا لكم يعني تفضلوا خلينا نتشارك كلنا مع بعض مع القطاع الخاص مع الحكومة، بحيث أن فعلا نسير بهذا الموضوع ليس فقط قولا وكلام في الإعلام وفي التلفزيون، ولكن بشكل عملي وميداني. إذا تكلمنا عن تجربتنا إحنا مثل ما قلت لك أخي العزيز إنه المؤسسة صار لها 94 سنة، أكثر من 90 برنامج ضخمة جداً على مستوى العالم، لكن إحنا مدركين إنه ما شرط البرنامج اللي نجح مثلاً في أمريكا الشمالية أو في آسيا أو في أفريقيا من المؤسسة بينجح في عمان. فطريقة عمل المؤسسة هو الأخذ بأفضل الممارسات اللي موجودة وإيش اللي يتناسب مع واقع السوق المحلي، إيش اللي نحتاجه إحنا فعلاً في تنفيذه. احتمال بعض الدول قطعت شوط كبير في ريادة الأعمال ما محتاجة هذا الشق، لكن في شق ثاني يركزوا عليه. احنا اللي سوينا ان اخذنا افضل ممارسات اللي موجوده معنا في الوطن العربي، في معنا دول صار لها اكثر من 13 سنه قاطع شوط، كنا في تقارب ثقافات ولغه، اخذنا البرامج طبقناها شفنا في تقبل، تبرع القطاع الخاص بتبني بعض هذه البرامج، وزاره التربيه والتعليم مشكوره، وزاره التعليم العالي فتحت الباب وبدينا نطبق. اذا اخذنا انجاز كحاله ممكن تطبيق مفهوم افضل الممارسات في اكثر من قطاع للتثبيت، يعني ما اتكلم عن فقط عن انجاز، عن اي حد او اي مؤسسه يشتغل في قطاع يخص نشر ثقافه رياده الاعمال. اخذ التجارب اللي جاهزه
تكييفها لتناسب مع السوق المحلي، زائد احنا برنامج اثرائي مكمل على اللي موجود في المناهج، احنا ما نجي ونبدل المنهج اللي قائم، نجي ونكمل عليه، نشوف ايش اللي موجود وايش اللي ما موجود وايش اللي ممكن نغطيه. سر نجاح البرنامج انه الشخص اللي قدم البرنامج ما مدرس، متطوع، عنده خبره عمليه من القطاع الخاص، فالخبره العمليه اللي يجيبها للصف والقاعه التدريبيه مختلفه تماما. ما في نجاح ورسوب في انجاز، متطوعين والطلاب يحق لهم يسجلوا ويجوا، اذا والله عجبهم الموضوع وحسوا انه في فائده يكملوا معانا البرنامج، اذا حس انه ما في فائده انه والله ينسحب، ما في اي شروط على الطالب. في هذه الاريحيه موجودة عند الطالب وعند القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج. طيب الشبيبة تقول عند الطالب وعند المؤسسة. نحن لدينا كثير من الشباب مش طلاب الآن. نعم. وهم أيضا من الباحثين. نعم. عن فرص في ريادة الأعمال. هؤلاء كيف يمكن يعني يصلوا إليكم؟ احنا في 2011 جتنا الموافقة من المؤسسة مكتبنا الإقليمي. سابقا كان المفروض شرط اساسي انه يكون طالب على مقعد دراسي، بس نظرا للتحولات اللي حاصله معنا في المنطقه ارتأت انه اي حد من 5 سنوات الى 25 سنه بغض النظر كان طالب على مقعد دراسي او شخص انسحب من الدراسه لظرف ما او خلص الشهاده العامه وما حصل فرصه انه ينتقل للتعليم العالي، لكن تبقى نتكلم بشكل واقعي وصريح الامكانيات اللي موجوده معنا. احنا كلنا على بعضنا 3 موظفين اللي موجودين في المؤسسة. وهذا مرتبط ب يعني الدعم اللي نحصله من القطاع الخاص، كل الدعم اللي موجود حاليا موجود من القطاع الخاص المحلي. طيب انا يعني شبيب خلينا نسالك فيما يتعلق بالقطاع الخاص. نعم. طبعا انت تعرف الان اصبحت التجربه اكثر ثريه الان، يعني من 2011 الى الان. نعم. احنا في 2013 يعني على يعني بعد منتصف 2013، ما حسيت ان هناك الان نضج لدى القطاع الخاص، لدى المؤسسات، لدى الحكومة، بحيث أننا نحن فعلا نسير باتجاه تطوير مفهوم ريادة الأعمال؟ بالضبط. يعني الأمور أصبحت أسهل. أيوة. بالنسبة لنا إحنا في تغير كبير حصل. سابقا لما كنا نتجه المؤسسات ونشرح، نصرنا من 2006 موجودين، وكان دائما الأجندة ثقافة ريادة الأعمال. القطاع الخاص ما كان متقبل كثير الفكرة أنه يفرغ موظف ويرسله لصف دراسي على اساس انه يتكلم عن رياده الاعمال او عن ثقافه العمل الحر. نفس الشيء بالتبرعات، احنا ما نعتبره تبرع لجمعيه خيريه، نعتبره استثمار في الموارد البشريه المستقبليه لهذه المؤسسه اللي جايه من القطاع الخاص، لانه جالس يدرب طلاب راح يتخرجوا وراح ينضموا للمؤسسه احتمال في 10 سنوات او في 15 سنه. التغيرات اللي حصلت معنا كبيره كمؤسسه. السنه الماضيه اكلمك 21 متطوع معانا، 1400 ساعة تطوعية مدفوعة الأجر. لما أتكلم عن مدفوعة الأجر يعني الموظف تفرغ في وقت الدوام الرسمي ليطلع ويروح كلية ويطبق البرنامج لمجموعة من الطلاب ومن الشباب. يعني المؤسسات بدأت تفهم يعني هذا السنة ضاعف الرقم إلى 50 متطوع، والمؤسسات الداعمة كانت السنة الماضية مؤسسة واحدة، ده أنا أتكلم عن فقط عن برنامج شركتي. هذا السنة الحمد لله عندنا 4 مؤسسات مساهمة بدعم مادي زائد دعم بشري، تفريغ موظفين لتدريب الطلاب. جيد. طيب عزان، يعني لو تحدثنا ايضا يعني عزت كلمه عن تجربتها لكن بشكل مختصر طبعا، وراح تتوسع الان في شرح التجربه. تجربتكم انتم في رياده الاعمال في جامعه السلطان قابوس من خلال برنامج شركتي وايضا من خلال يعني مؤسسه انجاز، كيف بديتوا انتم؟ وين وصلتوا بالتحديد؟ والله هي البداية كانت عن طبعا كان ما يعني عن طريق جماعة الابتكار اللي هي موجودة في الجامعة بالنفس، طبعا بالتعاون مع شركة إنجاز صار على أساس أن ندخل في المسابقة. طبعا بدينا أول شيء مثل الشركات، تقريبا صرنا 10 شركات من الجامعة، بدينا في كل شركة نفس المراحل اللي هي أول شيء التفكير في فكرة، بعدين ننتقل إلى الدراسة من الجدوى الاقتصادية من هالفكرة، ثم بعد ذلك التصنيع، ثم بعد ذلك التسويق، ثم البيع آخر شيء. التصنيع. ايوه. يعني انتم المشروع اللي عندكم هو تصنيعي؟ هي في تصنيع. يعني ايش؟ نحن عباره عن شركه تقوم بصناعه منتجات قابله للطي، يعني الفكره مالنا الرؤيه مال الشركه اللي هي ان نهدف ان
اي منتج يكون حجمه كبير نحاول باي صوره هندسيه، يعني ما شاء الله عندنا في الشركه 10 مهندسين ما شاء الله، ايوه، فنسوب بطريقه هندسيه يكون حجمه صغير ويعني تقدر تشيله معك اي مكان واي زمان. زين اشرح لي اكثر شويه يعني. زين الحين طبعا سوينا يعني شنطه مثلا شنطه كبيره تو شنطه صغيره ومو يعني اعطيك الفكره الكامله. طبعا نحن على اساس ان المسابقه ما يصير تنتج اكثر من منتج، فنحن استقرينا على منتج واحد الحين، بس عندنا افكار لمنتجات في المستقبل ان شاء الله. المنتج مالنا طبعا احنا سوينا استبيان حل 150 شخص من المجتمع من كافة المناطق، كان عن طريق الانترنت، شفنا المشاكل، عرضنا كم مشكلة، فكان يعني اللي هي الشواء معانا في الدول الخليجية في سلطنة عمان، يعني أغلب الناس ما شاء الله عليهم يعني مركزين على الشوي في الويكند وشيء كذا، فنحن وش سوينا؟ شفنا في الإجازات الأسبوعية وفي الأعياد وفي المناسبات نزيل، فشفنا أن مشكلة الشواية هذه تكون حجمها كبير وصعب أنك تنقلها معاك في كل مكان في كل زمان، فسوينا بطريقة كذا هندسية على أساس أن الناس تكون معاهم طول الوقت مثل الشنطة كذا، مثل الشنطة يصير حجمها نفس حجم الآيباد تقريبا، تكون تقدر تطويها بعدين تفتحها وتستخدمها وترجعها مره ثانيه. هذه الفكره هي الداخليه في المسابقه. ايوه طيب، وكيف شايفين الفكره يعني بمعنى طيب المواد الاساسيه في موضوع التصنيع من وين بتجيبوها؟ ايوه يعني اول شيء نحن في هذا يعني الشيء اللي من التحديات اللي واجهناها ان الناس ما قادت تستوعب التشجيع على الصناعه العمانيه، فالناس يقول لك يعني ليش ما تصنع مثلا في الصين، هناك مثلا الجوده عاليه والسعر اقل والمواد موجوده مثلاً. والمواد هي، فنحن يعني لما درسنا هالشيء يعني قلنا نحن المواد موجوده معنا والورش موجوده، فليش نحن ما نصنع بروحنا هنا؟ طبعا يعني احنا باغين مصانع من هذا النوع، فنحن قاعدين يعني بهذه الطريقه نشجع الصناعه العمانيه، ونفس الشيء نكون احنا مراقبين للشغل اللي قاعد نسويه، يعني اي شيء اي غلطه اي شيء احنا نقدر نعدلها على طول. فقالت فكره ان تعاقدنا مع ورشتين، فالحمد لله الشغل قايم، نحن بمتابعه كامل يعني للشباب ما شاء الله عليهم موجودين هناك في الورش صباح وعصر، ويمشي الشغل كذا. طيب بهالطريقة فيما يتعلق بتسويق المنتج، يعني فكرتوا في هذا الموضوع؟ في شباب قايمين ايضا على موضوع التسويق؟ في عندكم زباين الان؟ ايوه، بخصوص التسويق طبعا عندنا رئيس قسم التسويق طبعا من الشباب انفسهم، يعني من الشباب اللي معنا في الشركه. طبعا التسويق ما شاء الله عليهم، يعني اول شيء نشكر شركه انجاز لان قدمت لنا حلول تسويقيه كثيره في المجمعات التجاريه وفي اكثر من مكان. طبعا غير عن كذا نفس الشيء نحن ننزل في السوق، حدنا اول شيء اللي هو التسويق الفردي، بعدين على ندخل في التسويق الاعلامي واللي هو عن طريق الجرايد وعن طريق الاذاعه وعن طريق التلفزيون. جيد، بس الإضافة بسيطة، هو المنتج موجود في السوق؟ في السوق المنتج موجود، بس ذكرنا عزان كم بعتوا من ال؟ نحن الحين بعنا 100 شواية. 100؟ أيوة، في الحين الحمد لله. الشواية الوحدة بكم؟ نبيعها ب 15 ريال. 15 ريال، زين حجزوا لنا كم شواية حال البرنامج. حاضرين حال فريق البرنامج، الشباب قاعدين يخبرونا الحين باغين كم شواية. خلاص الله يهمهم. 15 ريال مواجد يعني. أول كيف شكل الشواية عندنا؟ تمنيت انك تجيب لها هذه. والله هم صوروه هنا كان موجودات. زين يقول المخرج هذا موجودات. طيب فبتكون واضحه الصوره. يعني جيد. الان في الهايبر ماركت في المحلات التجاريه يعني الشوايه هو الحين في فكره نتعاقد مع مجمعات مثلا سيتي سنتر وهذه على اساس انه يكون في ركن عندنا عندهم خاص كذا، بس نحن الحين يعني ما شاء الله التصنيع ما قادر نلحق عليه يعني. ما شاء الله. ايوه في الطلب. ايوه الطلب شويه فوق العرض يعني. اذا يعني متقدمين عزه، يعني شركتهم عزان متقدمه يعني قاعدين يبيعوا، انتم فين واصلين؟ طبعا المنتج نفس الشيء جاهز اللي هو الجهاز. ايش الجهاز خبرين؟ جهاز نظام التسوق السهل. هذا الجهاز فكرته انه انت تلاقيه قدام الهايبر ماركت، ما عليك غير انك تختار الاغراض اللي انت تريدها بواسطه شاشه لمس. الشاشه كبيره كم حجمها يعني تقريبا؟ ما كبيره، نفس الايباد يعني. نفس الايباد. ايوه نفس مكان السحب الالكتروني في البنوك. زين. تقريبا كذا. فما عليك غير انك تختار الاغراض اللي انت تريدها وخلاص تدفع تطلع لك فاتورتين، فاتوره تبقى مع مسار وفاتوره انت تاخذها. انتم تكونوا موجودين هناك يعني؟ ايوه احنا موجودين. موجود عند الجهاز. عند الجهاز. ايوه في كاونتر، في محاسب عند الجهاز لانه الدفع في البدايه قلنا انه بنخليه نقدا. نقدا. أيوة. هي احسن لكم هي طبعا. ايوه. زين. فبعدين انت روح الحين ممكن انك تروح تودي للعيال يستمتعوا في اماكن اللعب، مطاعم. أيوة. واحنا راح نقوم للتسوق، بعدين راح توصل لك رساله مهما كانت الكميه. مهما كانت الكميه. وانت راح تحدد الفتره الزمنيه اللي تجي تستلم بضاعتك فيها. يعني عاد تحدد 5 ساعات، ساعتين، ساعه، نص ساعه، نص ساعه عادي يعني اذا كان الاغراض شويه ما واجد يعني نص ساعه. ايوه ما مشكله. تحدد الوقت اللي انت تريده وراح تستلم رساله من شركه مسار انه بضاعتك جاهزه وتعال استلمها. وهذا الفكره احنا لما جاتنا عندنا طبعا عوامل ليش طرحنا هالفكره. في فئات معينه احنا مستهدفينها، في رجال اعمال ما عندهم وقت للتسوق، في طبعا امهات عندهم اطفال وعندهم ارتباطات في العمل
ما عندهم وقت الكافي للتسوق. ايضا في فئه ذو احتياجات خاصه يعانون جدا لانه ما في يعانون جدا لما يروحون للتسوق. فهذا الجهاز راح يساعد كثير من الفئات وايضا راح يفتح فرص عمل للباقي الشباب لانه اللي راح يعمل التسوق هذا برنامج تقريبا يعني انتم بتدخلوا خدمه. طيب الان هل بديتوا يعني في اتخاذ الاجراءات فيما يتعلق بالتعاقد مع المحلات؟ ايوه بالضبط. احنا الجهاز من التصميم والبرمجه كلها من شركه مسار من الطلبه اللي معانا في الكليه اللي هم اعضاء الشركه نفسهم. وبخصوص تسويق المنتج عملنا قبل ما نبدا نعرض المنتج عملنا دراسات كثيره وصلت ل 300 من عمان. استهدفنا فئات مختلفه شباب وكبار طبعا واجانب حتى. وايضا الدراسات كلهم كل الناس كانوا متحمسين يعني للفكره وكانوا يسأل وين نقدر نلقى هالجهاز. احنا خلاص وصلنا لمرحله نريد شيء جديد. طيب المحلات الان ايش رحنا للمحلات رحنا للمحلات وعرضنا الفكره. المحلات كانوا كثير متفاجئين انه احنا شباب بهالعمر جينا بهالمنتج الكبير وخصوصا عارفين انه احنا مشتركين في مسابقه. فكانت رده فعلهم يعني منبهرين جدا بالقدرات هذه. وفي محلات كانوا يقولوا انه يحتاجوا طبعا دراسات اكثر لانه هي هذه المحلات ما بس في عمان، هذه المحلات موجوده في كل الخليج موجوده في كل العالم وبالتالي ممكن يشتروا. فاذا شيء طبق هنا ايوه فاذا شيء طبق هنا لازم يطبق. فالموافقه لازم تجي من الكل. طيب انتم وين تصنعوا المنتج هذا الجهاز وكذا والى اخره؟ هي طبعا فكره برنامج يعني أيوة. لكن وين الادوات والاشياء هذه والجهاز وين تصنعوه؟ هنا ولا تجيبوه من برا؟ لا هنا وين؟ التصميم وكل شيء هنا في الكليه وعندنا متعاقدين مع ورشة كتصميم الخارجي. انتم عندكم ورشه في الكليه يعني في ورشه خارجيه؟ ايوه لا في الكليه ما سوينا في الكليه، سوينا في ورشه خارجيه كتصميم الخارجي لشكل الجهاز. اما البرمجه الشباب طبعا نص الفريق من تقنيه المعلومات ما شاء الله عليهم شطار كثير في البرمجه وكل يوم يفيدونا اكثر. وغير كذا في ناس بدوا يقولوا لنا ليش انتم عاملين جهاز؟ ليش احنا لازم نروح للهايبر ماركت نفسه ونعمل التسوق؟ قلنا لهم احنا هنا في مسابقه انجاز عندنا راس مال معين فما نقدر نعمل اشياء اكثر، بس خططنا المستقبليه جاهزه، عاملين الشباب ما مقصرين برنامج للتليفون وانت في بيتك ممكن تتسوق من نفس البرنامج هذا من نفس الخدمه وانت في بيتك ممكن تتسوق من التليفون. طبعا كل الهواتف الذكيه ويمكن في المستقبل انكم تجيبوا الاغراض للبيوت يعني ايوه مع التوصيل للمنازل. يعني هذه الفكره موجوده عندكم يعني ايوه والخطه خلاص مدروسه والحمد لله بس ننتظر الدعم. يعني هذه شبيب يعني مشروع ما شاء الله احنا واجهنا صعوبات تحت اشرافكم ايضا يعني مشروع جيد وبالتالي ممكن هذا يسوق ايضا على المستوى العربي والعالمي. ايوه الفكره صراحه فكره ممتازه. والشيء اللي واجهنا صعوبات فيه لان احنا الزبائن اللي احنا مستهدفينهم شركات عالميه غير عن باقي الفرق في انجاز يتعاملوا مع زبائن عاديين فسهل البيع والشراء. بس احنا الموضوع شوي بيطول معانا لانه طبعا هذه الشركات وهذه المؤسسات أيوة. طبعا ها لكن العقود راح تكون كبيره يعني بعدين ما شاء الله. نحن ما نحسدكم يعني نحن نتمنى لكم التوفيق على كل حال. إذا فاصل قصير ثم نذهب إلى المحور الثاني وهو التحديات التي تواجه رواد الأعمال من الشباب العماني، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد، ونذهب مباشرة إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، وهو التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب رواد الأعمال في بلادنا. وأتي إليك سالم، يعني من خلال عملكم في الهيئة ومن خلال متابعتكم المباشرة والمستمرة، ما هي طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب؟ هل المشكلة في الفهم العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال، أم أيضا فيما يتعلق بالتمويل في التسجيل إلى ما ذلك؟ نعم، هي طبعا تحديات متنوعة، منها طبعا ما يتعلق بربما عدم الإلمام أيضا ب يعني الجوانب أو الخطوات التي يفترض أن يمر بها صاحب الفكرة من الفكرة حتى يعني تنفيذ المشروع. يعني كثير من الناس يعتقد أنه أنا عندي فكرة وبالتالي بإمكاني أن أنتقل إلى مسألة التمويل مباشرة ثم أحصل على القرض وبعد ذلك أنفذ مشروعي. لكن الواقع أنه لابد أن الشخص يمر بعدة مراحل، ومنها طبعا دراسة تحليل السوق لمعرفة إذا كان هذا المنتج مناسب أو غير مناسب للسوق اللي هو فيه، أيضا مسألة دراسة الجدوى الاقتصادية، وكذلك يعني إعداد خطة تسويقية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة التمويل. ربما بعض التحديات الأخرى هو يعني الإجراءات المتبعة في بعض الجهات، وهذا طبعا احنا يعني هو احد الجوانب التي نوقشت في الندوة وصدرت بخصوصها بعض القرارات، ونعمل حاليا على تنفيذها. هناك ايضا تنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات. انا اعتقد انه معظم التحديات هي ايضا هي تحديات في مسألة يعني الدعم الفني، تأتي ضمن الدعم الفني اكثر من انها يعني طلب للدعم المالي. بعض الاشخاص يعتقد انه يعني عندي مشروع مثلا متعرقل في مرحله من المراحل، وبالتالي يعني احتاج اني احصل على الدعم المالي لكي احسن من اداء مشروعي. فطبعا يجي الهيئه ونجلس معاه ونحلل مشروع ونشوف ايش المشاكل اللي يواجهها، فنكتشف في النهايه انه بعض منها مساله إدارة، أو مسألة أنه هو ما متبع بعض الخطوات التي يفترض أن يتبعها في مسألة يعني إدارة المؤسسة. وبالتالي بعض التغييرات البسيطة يعني كفيلة بتحويل المشروع من مشروع متعرقل إلى مشروع ناجح بدون يعني الانتقال إلى مسألة الدعم أو الحصول على القروض. يعني هي أعتقد تحديات موجودة، ولكن أيضا المطلوب من الشباب يعني أنتوا في الهيئة أصبحتوا الآن تقريبا على يعني دراية أكثر خلال المرحلة الماضية، وأصبح هناك وضوح أكثر، وبالتالي يعني طالما عرفت الأسباب فيما يتعلق بالمشكلات، أعتقد أن الحلول أيضا من خلالكم أنتوا، من خلال الخبرات الموجودة عندكم في الهيئة، أعتقد أنه يمكن تذليل هذه الصعاب. أنا أسأل أنا أيضا شبيب، يعني أنتوا من خلال تجربتكم يعني في إنجاز من 2006 حتى الآن، ومن خلال التجارب العالمية أيضا وإسقاطها حول التجربة العمانية من خلال الشباب، 15,000 شاب تقولوا من يوم ما بديتوا إلى هذه اللحظة تقريبا دخلوا في المشروع، يعني لماذا يتعرقل المشروع؟ لماذا يتعرقل هذا الشاب؟ ما هي أبرز التحديات يعني من خلال تجربتك ومعرفتك؟ احنا يعني واحدة من أهم البرامج اللي قدمها برنامج شركتي، وسبب تنفيذ هذا البرنامج أنه الطالب يمر بجميع المراحل اللي تبرميها مؤسسة خاصة منذ التأسيس، لأنه هو اللي راح يأسس برأس ماله الشخصي، فالطالب راح يطلع من جيبه الشخصي مبلغ لتأسيس هذه الشركة الطلابية. بعدين لازم ينتج منتج حقيقي ويسوق هذا المنتج ويثبت لينا إحنا، لأن البرنامج مرتبط بمسابقة، أنه رجع رأس المال بالكامل، وتنتهي العملية بتصفية هذه الشركة الطلابية، تخريج الطلاب، ومن ثم إقامة المسابقة. لماذا التصفية؟ لماذا عدم الاستمرار؟ ايوه، هنا المفاجأة اللي صارت معنا. البرنامج سابقا كان في المدارس، والسنة الماضية حولناه إلى الجامعة. تفاجأنا السنة الماضية كان عندنا 7 شركات طلابية،
أربع منها كان عندها تسجيل ملكية فكرية لمنتجها. فشيء فرحنا كثير أنه الطالب ماخذ الموضوع بجدية، ما فقط مسابقة ومتحمس وجاي خلينا ندخل نتنافس، لأن المربوط بعد بتمثيل السلطنة في المسابقة الإقليمية النسخة الثانية. تفاجأنا من السبعة أن ثلاثة سجلوا في وزارة التجارة والصناعة رسميا وجونا وقال بغض النظر عن نتيجة المسابقة احنا فزنا ولا لا، احنا راح نكمل المشوار. وهذا يعني الهدف الأساسي للبرنامج شركتي ومسابقة شركتي، أنه يدخل طالب ويجرب بنفسه، ما يسمع كلام من حد يقول له والله كتوجيه ليش ما تبدأ مشروعك الخاص، ليش ما تأسس شركة خاصة، أنا راح أساعدك. احتمال هو ما عنده الإمكانيات والمهارات اللي يدير مؤسسة خاصة، فإحنا نعطيه الفرصة هاي 6 شهور عن طريق إشراف متطوعين محترفين من القطاع الخاص يعلمون الأساسيات، بعدين يشتغل بيده، ينزل للشارع، يسوق، يروح للقطاع الخاص، يروح للقطاع العام، يروح للأفراد، يفهم بالضبط إيش المشاكل والتحديات اللي تواجه رائد الأعمال الحقيقي، ما شخص جالس في البيت وعنده وكالة وموزع مجموعة من الموظفين غير العمانيين ويجيبوا له مردود في نهاية الشهر، لا هذا يدير العملية بنفسه. فيمر على الحياة اللي تمر بها أي شركة منذ التأسيس للتصفية وبعدين يتخذ قرار، أنا جربت، أنا فهمت إيش هي الأشياء الأساسية أني لازم أعرفه ولازم أمر بها إذا قررت أني أسس مشروع خاص، أنا الشيء هذا يناسبني، أعجبت به، أريد أكمل. وهنا كان ينقصنا إحنا السنة الماضية كيف ممكن نكمل معهم، أو ممكن نتخذ القرار الثاني أنه أنا هذا الشيء ما يناسبني، أنا عندي مهارة ثانية ممكن أركز عليها، ممكن يعني أحصل على وظيفة. طيب بعد الجامعة وبعد ما يتخرج هذا الطالب ويريد يسجل هذه الشركة وهذا المنتج لدى وزارة التجارة والصناعة وبالتالي يكونوا شركتهم الخاصة، أنتم في إنجاز هل تتابعون المشروع؟ احنا الحمد لله الأسبوع الماضي وقعنا مذكرة تفاهم مع مؤسسة خاصة هو مركز زبير المؤسسات الصغيرة. وظيفة هذا المركز أنه راح يكمل مع الشركات اللي راح تتخرج من البرنامج وترغب أنها تكمل. والحمد لله عندنا مؤسستين ثانية ما أقدر أعلن عنها غير بعد ما نوقع، بس واحدة مؤسسة حكومية من المؤسسات الكبيرة، يعني من المؤسسات الكبيرة نفس الفكرة بالضبط، راح ياخذوا الشركة اللي فعلا جادة وحابة تكمل المشوار ويتم احتضانها لمدة سنة. هذا هو الاتفاق. ممتاز. الاحتضان راح يتضمن تمويل، تدريب، تأهيل، زائد ربط مع الحكومة في مسألة المشاريع الحكومية اللي نزل فيها قرارنا 10% لازم تروح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالفرصة كبيرة جدا. والشباب مثل ما تفضل الأخ عزان جادين لأنه شافوا أنه في فرص كبيرة معهم، فصار في توجه أنه والله ما فقط وظيفة حكومية ولا فقط فرصة في القطاع الخاص، أنا عندي ممكن أسس مشروع أدخل في تجربة مثل إنجازة وغيره، بعدها إذا عجبني الموضوع أدخل على الاحتضان والحكومة تضمن لي مشاريع إذا أنا جاد وإذا عندي منتج يستاهل أنه الحكومة تشتري. وكثير من الدول الآن تعمل في هذا الاتجاه فيما يتعلق بالمناقصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فعلا. يعني في ماليزيا، سنغافورة، في تركيا إلى آخره. كما يعني ما تحدثنا في هذا الموضوع قبل بدء البرنامج. عزان، أنتوا من خلال شركتي، من خلال برنامجكم في الجامعة، يعني طبيعة المشاكل اللي واجهتوها بالتحديد إيش هي؟ والله بستغل في البداية أعلق على كلام أستاذ سالم. طبعا التحديات طبعا نوعين، اللي هي تحديات من الدعم الفني والدعم المالي. طبعا الدعم الفني ما شاء الله شركة إنجاز والمتطوعين من شركة نفط العمانية ما مقصرين معانا، موجودين معانا طول الوقت، يوجهونا ينصحونا في أي شيء. يعني حتى بعض الأفكار كنا بادين فيها بعد فترة فقالنا أنهم كنسلوها. ليش؟ لأن شافوا أن الجدوى الاقتصادية مالها ما مجدية أبدا. فالدعم الفني الحمد لله يعني شركة إنجاز والمتطوعين واقفين معانا طول الوقت. في الدعم المالي نفس الشيء، مثل ما قلنا اللي هي رأس المال 1000 ريال، فما نقدر نغير في أي شيء الحين. من أبرز التحديات طبعا يعني أنتوا كنتوا تريدوا ترفعوا رأس المال؟ أنا أشوف الشركة الحين الوضع مالي مناسب، بس إن شاء الله في المرات القادمة يكون أكبر عشان تكون مشاريع شوية الأفكار تكون أكبر عن كذا ما تكون. طيب أنتوا لما رحتوا للمؤسسات يعني من خلال إنجاز المؤسسات داعمة، يعني أنا اللي أعرف أن الجامعة أيضا على تواصل مع بعض المؤسسات، وقالوا لي في الجامعة أنه هناك شركات معينة، حتى الجامعات والكليات الأخرى قالوا أن هناك شركات ومؤسسات وبنوك محددة هي اللي تدعم دائما، يعني هي يعني الآن ما في، ما حسيتوا أن في إمكانية توسع أن تكون هناك شركات داعمة أخرى يعني الدعم المالي؟
هي الحين في المسابقه يعني ممنوع علينا ان نجيب دعم مالي او ان اي عرض رعايه من خارج الشركه. طيب المال هذا اللي جمعته من وين؟ هذا عن طريق بعنا الاسهم، عن طريق اكتتاب من الشركه 40%. عملتوا اسهم ما شاء الله؟ اسهم في اكتتاب و40% حال الشركه و60% من خارج مستثمرين خارجيين. جمعنا اللي هو 1000 ريال عشان شفنا يعني كنا شركه صغيره مقفله مغلقه يعني. ايوه فيها اسهم فيها كامل الاشياء يعني. ويعني ممكن تستفيدوا انتم الشباب يعني من من يعني من اعاده البيع من البيع نفس المنتج. أيوة بالضبط. طيب يعني طيب انتم الان عزان يعني ابغى اسالك يعني تحس انه في تحدي انكم انتم هذا المنتج يعني هذا مشروع الان في الجامعه صح. طيب باغين تواصلوا فيه؟ احنا اول شيء يعني التحدي اللي واجهناه في البدايه يعني مرحله التصنيع يعني يمكن هذه المرحله اخذت اكثر وقت في حالنا في المسابقه يعني لان تفاجئنا يعني هنا ما شاء الله في عمان شويه تصنيع ما يعني ما بدك سهوله تحصله بس الحمد لله بعد مرحله البحث وكذا يعني حصلنا مكان وصنعنا فيه بس الحمد لله. طيب يعني الحين ما اعطاكم طيب يعني هذه اشكاليه انتم في الجامعه ما طرحتوا هذا الموضوع بحيث انتم عندكم ايضا تكون لان انتم عندكم كليه الهندسه صحيح ان تكون لكم ورش خاصه بكم انتم الان في الجامعه بحيث انكم تدفعوا في اتجاهنا خلاص ورشه الجامعه تستطيع ان تقوم بتصنيع حتى للمشاريع صحيح. القادمه هل فكرتوا في هذا الموضوع؟ فكرنا وسوينا هالطريقه يعني في البدايه طبعا صعب كنا ننقل الفكره مال الشوايه لان كانت واجد معقده في الحال محل المصنع اللي كان يصنع هو سوينا تكلمنا مع الجامعه وما قصرت الجامعه ان خصصونا الورشه الموجوده ورشه الهندسه على اساس ان نسوي اللي هو التصميم المبدئي للمنتج والحمد لله سويناه بروحنا نحن كطلاب بدراسات بتخطيطات كامل نحن سويناه وبعدين شلينا المصنع على اساس انه بس يسوي مثل نفس الشكل يعني. طيب الاساتذه في الجامعه في كليه الهندسه يساندوكم في عمليه التصميم والدراسات؟ ايه والله يعني في البدايه نحن كنا يعني مثل ما تعرف ايه والله ولا يعني نص يعني قول لي ايوه لا ما حد ينقص علاماتك ترى قول لا ما بينقص ان شاء الله زين قول. ففي البدايه يعني مثل ما تعرف شويه فيها يعني اللي هي تدخل فيها مثل خصائص المواد وكذا فكنا نسالهم يعني يفيدونا مثلا مرحله هل الحديد يتحمل درجه حراره معينه هل الالمنيوم يتحمل درجه حراره معينه فكان عندنا اللي هو المشرف معنا من الجامعه الاستاذ ذياب الوعل ونفس الشيء كانوا معنا مدرسين من الهندسه واقفين معنا لحد الحين يعني ما مقصرين معنا. طيب عاد نسأل عزة عن طبيعة التحديات في برنامجكم وأنتوا أيضا كشباب لما تجلسوا مع بعض يعني تبوا تعملوا مشروعكم الخاص شركتكم الخاصة منتج خاص بكم مش هذا المنتج فقط يعني ممكن تبنوا على المنتج هذا أيضا أفكار أخرى وبالتالي تكونوا فعلا شركة منتج في عمان وهذه هذا الإنتاج أيضا يروح للخارج يعني قولي عن التحديات إيش هي بالضبط؟ التحديات كان نفس الشيء عندنا ضيقة الوقت ورأس المال محدد كفكرة مشروع كبيرة وأيضا اللي هو الدعم يعني المجتمع الحين إذا رحنا للقطاع الخاص وعرضنا الفكرة ما في ثقة إنه ثقة إنه نحن نعطي شباب فرصة إنه يجربوا هالمنتج في هذا المكان فبس إحنا كنا نحتاج لهالثقة إنه تنعطي لنا لأن المسابقة خلاص قربت إنه تنتهي وإحنا لازم نريد مردود للشركة عشان انه نطلع شركه ربحانه ومنتج مثل هذا يستحق انه ينحط والناس طبعا تنتظره وكل يوم لما سوينا المعارض مع شركه انجاز عملنا معرض في شنغريلا كان مده يومين شركه انجاز نظمته وايضا في جراند مول كان لنا معرض حطينا الجهاز والناس جيوا جربوه وكانوا كثير متحمسين فهذا اللي كان ناقصنا انه الدعم والدعم المالي الدعم المالي والدعم انه الشركات يتقبلون يتقبلون انه فكره شباب في العشرينات طلبه من كليه عاملين هالمنتج. طيب انا هنا اسال سالم يعني تقريبا التحديات متشابهه والان دائما هي الجامعات في الحقيقه والبرامج المسانده هي حاضنات. لان نحن اذا اردنا الشباب في التصنيع طبعا هذا اللي يكون من الجامعات ومن الكليات وهؤلاء الان الشباب الان بدوا يشتغلوا الدور علينا احنا يعني الهيئه احنا الاعلام البرامج الداعمه بحيث انه اذا كان في والله 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 10000 ريال ما هذا المبلغ يكون بحيث انه يعني يكون سبب في ان الشباب هذا اللي يتوقفوا لا نحن نريدهم فعلا انهم يسيروا في هذا الطريق ليس فقط من خلال برنامج محدد مثلا 20 او 30 شخص لا أريد أكثر من شركة في الجامعة الواحدة. أنتوا في الهيئة ماذا ستصنعون في هذا الإطار؟ طبعا إحنا كهيئة
يعني نرحب بالأفكار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع. المهم أن يكون يعني أن يكون الشباب يعني على ثقة بأن الفكرة يمكن أن تترجم إلى واقع وأن يعني يعمل الدراسات اللازمة لذلك. إذا احتاج إنه الهيئة تساعده في مسألة يعني التهيئة، مسألة دراسة الجدوى الاقتصادية أو تحليل السوق أو مسألة إعداد خطة تسويقية، بإمكان الهيئة أن تساعد في هذا الجانب، بشرط طبعاً أنه يكون الشخص متفرغ لهذا، يريد أن يتفرغ لهذا العمل ولا يعمل موظف في جهة أخرى. ترى هذا الطلب، ولكن إحنا نتكلم عن الطلاب. نعم طلب، نعم، ولكن بعدهم ما تفرغوا يعني. لا هم باحث ولا شيء، نحن نقول من هنا نبدأ نساعد. لا أنا قصدي إنه الشخص ما يكون يعني ينوي إنه يلتحق بجهة، لأنه في النهاية مثل ما ذكرت سابقاً، المهم إن الشخص يكون يعني يريد أن يسلك، هو متأكد أنه يريد يسلك هذا المسلك ريادة الأعمال، وإلا مشروع الخاص، وإلا راح يكون شيء ثانوي ثم بعد ذلك طبعا هذا سيؤدي إلى فشل المشروع. لكن إذا كان الشخص يعني يؤمن بالفكرة ومتأكد أنه يريد أن يذهب في هذا الاتجاه ولديه العزيمة ولديه الروح المثابرة، فالهيئة مستعدة أنها تساعد ولكن أيضا الشخص عندما يأتي للهيئة أو يذهب إلى أي جهة أخرى يحتاج أنه يكون عارف إيش هو يريد من هذه الجهة، لأنه في كثير من الأشخاص يروح للجهات الداعمة وهو ما عنده فكرة عن إيش بالضبط نوع الدعم اللي هو يحتاجه. فلابد أن الشخص يعمل واجبه، يعني من حيث أنه يدرس الفكرة هذه، يدرس إيش المدخلات، إيش نوع الاستثمار اللي أنا راح أستثمره، إيش مخرجات هذا المشروع، إيش اللي موجود معي أنا وإيش الدعم اللي أحتاجه، ثم بعد ذلك يذهب للجهات الداعمة سواء كان دعم فني أو دعم مالي أو غيره. طيب يعني عشان أنا بسط لك الصورة أيضا شبيب، يعني فيما يتعلق ما قاله سالم، نحن الآن عندنا حوالي 105,000 شاب على مقاعد الدراسة الجامعية في الكليات وفي جامعات السلطان قابوس والجامعات الأهلية في الخارج. نبغى نصهم على الأقل، يعني شوف أحلام، خلينا نحلم 50% منهم ذلك ما يكونوا باحثين عن عمل، يجوا يعملوا مشاريعهم الخاصة. يعني هذه البرامج كلها إنجاز وغير ذلك، كيف نتلقف هؤلاء الشباب نقول لهم يلا تعالوا خلينا نحن بنساعدكم والهيئة بتساعدكم، خلينا نعمل تعملوا مشاريعكم الخاصة وإن شاء الله الله يوفقهم. نحن اليوم عندنا يعني عمان مقبلة على موانئ للتصدير، عمان مقبلة على القطار، فمسألة التصدير بالنسبة لهذه المنتجات ما تكون مسألة صعبة. دول الخليج، الدول العربية، الدول الأخرى في العالم. لكن يعني أنا الآن انبهر بصراحة من هؤلاء الشباب، عندهم الرغبة يبغوا يكونوا يعني صناع للمستقبل وتكون عمان دولة صناعية، ليش لا؟ ليش ما نفكر بهذه الطريقة؟ يعني هل هذا الشيء موجود؟ التفكير طبعا موجود، وإحنا من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص نحاول نعزز فكرة إيش الفرص اللي موجودة في القطاع اليوم ما أمس، إيش الفرص المستقبلية. تعرف إحنا نشتغل، يعني ما تسمح لي ما قصد الدعاية بس على أساس أن المثال يكون واضح، مع شركة النفط العمانية عندها أكثر من 30 شركة إذا ما غلطان إلى 40 شركة في عمان وخارج عمان. هم مدركين في سوق إذا سميناه أو قطاع الطاقة إيش هي التخصصات المطلوبة، إيش الفرص اللي راح تنويد مال يوم بعد سنة بعد سنتين أو بعد 5 سنوات، وكيف الشاب ممكن يستفيد من هذه الفرصة قبل حتى ما يتخرج، من خلال إرسال متطوعين أو موظفين، ما شرط عن طريق برنامج إنجاز، بس التواصل مع مؤسسات التعليم العالي وإبلاغ الشاب إنه يا عزان إحنا محتاجين بعد سنة مهندسين في هذا القطاع، أو إنه يا عزان إحنا ما محتاجين مهندسين في هذا التخصص لأنه خلاص السوق تم استيعابه والفرص موجودة في تخصصات مختلفة. الوعي هنا يكون عند الطالب إنه إيش اللي مطلوب مني، إيش الخطوة الجاية، وإيش الطريق المفروض أسلكه قبل ما أتخرج، حتى قبل ما أوصل للجامعة. بس أنا في نقطة ثانية أنا حاب أركز عليها إذا تسمح لي، وهي الاندفاع هذا اللي حاصل نحو ريادة الأعمال والدفع بالشباب. أنا اليوم ما شفت دراسة فيها أنه كم عدد الشباب الخريجين اللي عندهم استعداد في العمل مع مؤسسة ناشئة. يعني أوكي إحنا بنطلع مثلاً 1000 مؤسسة 1000 ريادي في السنة، هذا اللي بيحتاج موظفين. هالموظفين من وين؟ هل هم من عمان
ومن خارج عمان. يفترض من عمان؟ يفترض، لكن لما تيجي مع عزان ويقول لك شبيب أنا محتاج تخصص ألف وباء وجيم دال، ما حصلت في السوق لا ألف ولا باء ولا من أسكر من العمانيين، من إخوان العمانيين، هل خلاص أنا أسكر هذا المؤسسة؟ وهذا التحدي على فكرة، وهذا تحدي كثير من الشباب تكلم عن هالموضوع. ما لا موجود في عمان، موجود حتى في الدول الجوار، أنه يلجأوا للعمالة الأجنبية لأنه ما في تخصصات. أنا ما هنا حاولني أنتقص من الشاب العماني ومن المهارات ومن العمل اللي ممكن يؤديه أو ما يؤديه، لكن لازم نكون واقعيين في نفس الوقت وما نندفع هذا الاندفاع الكبير، أنه والله خلينا نخرج 10,000 ريالي أعمال 10,000 مشروع. طيب كثر الله خيرها الهيئة دربتهم مولتهم أهلتهم وعطتهم المشاريع الحكومية اللي موجودة اللي هي 10% مخصصة ليهم. للأمانة ما شفت دراسة تقول والله نسبة عدد الشباب اللي ما عندهم مانع يشتغلوا في مؤسسة ناشئة هي كذا كذا، لأن هذا في النهاية بينعكس على أداء مؤسسته. قام بالدراسة، عرف أنه في سوق موجود. عشان كذا إحنا في كثير من الأحيان وفي كثير من البرامج ما في شركتي نركز على الفرص اللي خارج بلدك. أنت ليش فقط تحكر نفسك على سوق محلي؟ خاصة ما يتعلق بالتصنيع بالمنتج. بالضبط، يعني منتجهم عزان فكرته جدا بسيطة، جدا عملي، وحجمه في حجم الآيباد، ممكن نحط تحت كرسي السيارة، ممكن تشيله، ما إنه ثقيل، هذا ممكن يلاقي تسويق. وعلى هذه الفكرة نفسها تبنى في أفكار أخرى. بالضبط. طيب أنا عندي هنا سؤال أيضا، يعني حسب المعلومات والآن يخبروني الشباب إن بعض الشباب وخاصة يعني من التحديات أيضا خاصة الفتيات في برنامج شركتي انسحبوا من البرنامج لعدم توفر سكن. قاعات للاجتماع، عدم توفر سكن، مواصلات بالنسبة للفتيات، بالرغم أن هناك عقد أبرم مع جامعة السلطان قابوس لتوفير كل هذه الأشياء يعني بين إنجاز والجامعة، ومع ذلك أن هذه الفتيات طلعا بسبب عدم توفر كل هذه الإمكانيات. ما هي الحقيقة للأمانة؟ وهنا ما أنت طلبت منا في بداية البرنامج أن نتكلم بكل بشفافية وبوضوح. إحنا يمكن غاب عن بالنا مسألة السكن. للأمانة إحنا يمكن الخطأ اللي ارتكبناه أن نفذنا البرنامج في الفصل الدراسي الثاني وممتد للصيف. هذا السنة إحنا ناويين أنه نطبقه في الفصل الدراسي الأول ويستمر لمايو. التحدي اللي واجهناه كان مع سكنات الطالبات خلال الفترة الصيفية، ما قدرنا نوفر هذا السكن لأنه ما كان في اتفاق بيننا وبين الجهات المستفيدة. أنا الجامعة فقط يعني واحد من المستفيدين، عندنا تقريبا 3 جامعات كمجموعة. بس نتجاوز هذا التحدي إن شاء الله، راح نبدأ نسخة الثالثة من البرنامج في الفصل الدراسي الأول على أساس أنه نختم البرنامج قبل بداية الصيف إن شاء الله، والسكن يكون موجود. وخاصة أخوي شبيب يعني أستاذ سالم، نحن على فكرة ترى ما نبغي هذه البرامج فقط تكون في محافظة مسقط. نعم. يعني صحيح إن معظم الجامعات معظم الكليات في محافظة مسقط، ولكن يعني عمان تنظر إلى المسألة من مسندم إلى ظفار، بالتالي هذه البرامج تكون منتشرة في كل الجامعات، في كل الكليات، في كل حتى في المدارس. يعني هي ثقافة عامة لازم نشتغل عليها. بالتالي يعني الموضوع السكن موضوع يعني يجب أن نتجاوز، خاصة لما يكون في طالبات يعني من ولايات خارج أخرى من محافظات أخرى، يعني نحقق لهم هذه الأهداف وهذا المناخ الإيجابي، بحيث أنه فعلا قد يكون هناك في بعض الأفكار وفي بعض الشباب لديهم قدرات قد يكون من خارج محافظة مسقط، وبالتالي مبدعين ممكن يسووا شركات في محافظاتهم. يعني فعلا نريد المحافظات تكون منتجة. يعني النسخة الثالثة من البرنامج راح تكون موجودة في مسقط وفي الباطنة وفي الداخلية وفي الشرقيتين وفي ظفار إن شاء الله. إن شاء الله. ولا تنسوا محافظة مسندم. محافظة مسندم عندنا تحدي بسيط، هو ما في مؤسسات تعليم عالي. ممكن قدم لهم برامج ثانية للمدارس، بس مسابقة شركتي فقط لمؤسسات التعليم العالي. ونتمنى يعني نتمنى من الإخوان في والمؤسسات الخاصة في محافظة مسندم وسعادة السيد المحافظ أنه نسير في اتجاه أن فعلا محافظة مسندم تكون لها برامج خاصة فيما يتعلق بموضوع التدريب وتهيئة الشباب ليكونوا رواد أعمال، لأن هناك فرص أيضا من خلال ميناء خصب الآن، وهناك لمشاريع كبيرة حكومية في المحافظة. طيب لأن نحن يعني بنتوقف مع فاصل قصير، وطبعا هناك تقرير عن الشباب الرواد، ومن ثم نأتي إلى
متابعة البرنامج. وطبعا نذهب إلى المحور الثالث والأخير وهو البرامج الراعية لرواد الأعمال، ابقوا معنا. مسابقة إنجاز مسابقة تعني بمؤسسات التعليم العالي، حيث أن مجموعة من الطلاب يكونوا في الشركة الخاصة فيهم. الفكرة اللي هي عبارة عن إيجاد منتج مبتكر في السوق العماني، بحيث أن يدخل مجموعة الطلاب هذيلة على أساس أنه يكونوا تدخل تكون عندهم فكرة في ريادة الأعمال وكيفية الدخول للسوق من خلال هذا المنتج. طبعا شركه قبل الرؤيه ما لنا حطيناها من البدايه على اساس ان نكون منتجات، هي عباره عن منتجات تكون بشكل كبير بطريقه هندسيه نعملها على اساس انه يكون حجمها صغير. بعد مرحله التصنيع نقوم باربع مراحل رئيسيه، اللي هي مرحله التنظيف، بعدين مرحله المعاينه، ثم مرحله التغليف، ثم بعد ذلك مرحله التخزين، ثم بعد ذلك اللي هي عمليه التوزيع للزبائن. خلال تجربتي في مسابقه انجاز استفدت الكثير من الاشياء، طبعا من اهمها هي عمليه اداره مجموعه الطلاب، بحيث اني انا رئيس التنفيذي الشركة. طبعا استفادة كانت كبيرة بشكل كبير، بحيث أن نعمل كيف عملية تنظيم الوقت، كيف نسير الأمور، كيف نسير عملية التصنيع، ثم بعد ذلك التسويق، ثم بعد ذلك اللي هو التوزيع المنتج بالنفس. ونصيحتي أقدمها لكل شاب عماني أن يمتلك العمل الخاص فيه ويدخل في مجال ريادة الأعمال. الحقيقية ابتدأت بعد سح الشامخات، تحديداً رسمنا خارطة الطريق، بدأنا في مسألة إيجاد هوية البيلسان، تغيير شعار السابق وشعار الحالي، انتقلنا لمسألة الباكيجينج، تغليف، اختصرنا الألوان اللي كانت كثرة الألوان الموجودة للألوان الحالية، بعدها انتقلنا لمسألة تقييم الجودة كطعم للشوكولات، الماركة اللي كنا نستخدم المواد الخام فيها غيرناها لماركة أكثر رقي وأفضل. سافرت إلى بريطانيا في كورس متخصص في مجال تحسين الجودة في مجال تصنيع الشوكولات. بعد ما رجعت من هناك كان في جلسة تقييم من قبل الهيئة، من قبل خبراء مختصين في مجال الشوكولات. الآن أنا أفتخر فعلاً أن البيلسان وصل هذا المستوى، وبكل ثقة ممكن أقدمه لأي جهة، أنا واثقة أن هذا منتج عماني يفتخر به. أرى البيلسان في المستقبل قريب جداً على متن الطيران العماني، على في مطار مسقط، في الموانئ الدول المجاورة سواء كانت عربية أو أجنبية. أرى تدشين مركز البيلسان للتدريب أو تعليم فن الشوكولاتة لنقل الخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية. بدايتنا كانت كفكرة لإنتاج برنامج على اليوتيوب يوصل رسائل إيجابية، ولكن بدايتنا كشركة، شركة سرنديب، جاءت خلال الأعمال التحضيرية لندوة سيح الشامخات، وذلك إيمان من المسؤولين بقدرة الشباب العماني على إنتاج أفلام قصيرة تعرض في الندوة. تفاصيل المهمة. المهمة 2، قم بتحميل صورة وأنت تقفز وتشرب ماونتن ديو في الهواء أمام معلم سياحي في مدينتك، ولتبدأ المنافسة بين المدن. نفذ مهمة كرو الآن عن طريق tucrewarabia.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو، قوي قلبك. أهلا بكم من جديد. بعد ما شفنا هذا التقرير المبسط حول رواد الأعمال والإنجازات التي حققها الشباب العماني في هذا المجال، نذهب إلى المحور الثالث وهو البرامج الراعية لرواد الأعمال. سالم، أنت شفت التقرير، أنت تابعت، يعني هناك يعني اتجاه من الشباب، هناك رغبة من الشباب، علينا نحن ندعم هؤلاء الشباب في الحقيقة، نذهب إليهم نحن، يعني ما لازم يجيونا، نحن نسير لهم مثل ما البرامج الأخرى اللي هي إنجاز وشركتي وغير ذلك تذهب لهؤلاء الشباب. الآن هل
يعني المطلوب ان احنا نغير المفهوم من خلالكم انتم الهيئه، من خلال نحن الاعلام، المجتمع بشكل كامل، الهيئات التدريسيه في الجامعات والكليات، ما فقط نحن نلقن التعليم ولكن نلقن التجربه والفكره والخبره ايضا للوصول الى مثل هؤلاء الشباب الذين قد في يوم من الايام ان شاء الله يصلوا الى العالميه فيما يتعلق بتصدير منتجاتهم. ماذا نستطيع أن نقول في هذا الجانب؟ شفت التقرير أنت؟ نعم، طبعا شيء جميل أن الواحد يشوف مثل هذه الإبداعات اللي يقوم بها الشباب العمانيين. أنا أعتقد أن مثل هؤلاء الشباب بإمكانهم أن ينافسوا في أسواق عالمية في المستقبل إن شاء الله. وهذا ما نطمح ليه، يعني وجود الهيئة يعني هو لدعم مثل هؤلاء الشباب لكي يترجموا أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في المستقبل، يمكن أن تنافس، يمكن أن تبدأ داخليا، ولكن إن شاء الله تعالى يعني أحد الأهداف اللي ستقوم بها الهيئة هو إقامة معارض دولية أيضا لمثل هذه المنتجات. طبعا يحتاج أن قبل ذلك أن يعني نؤهل هذه المؤسسات بحيث أنها تستطيع أن تنافس تنافس داخليا ثم بعد ذلك تنافس خارجيا. طبعا هناك العديد من الفرص يعني الدعم للشباب. الهيئة يعني هي الآن أصبحت الجهة التي يمكن أن يتوجه إليها الشباب يعني للحصول على الدعم، سواء كان الدعم الفني، التأهيل، التدريب، ثم بعد ذلك بإمكان حتى الهيئة أنها توجههم إذا كان هناك حاجة للدعم المالي أنها توجههم إلى المكان المناسب للحصول على الدعم المالي المطلوب. طيب أنا التقيت يعني بك مسبقا طبعا وأيضا التقيت بكثير من الشباب في الهيئة نفسها. يقولوا يعني المشروع كبير يعني المسألة ليست سهلة، احنا باغين شباب يكونوا شركاتهم ويكونوا رواد أعمال والهيئة بإمكانياتها ما زالت يعني لا تستطيع أن تلبي كل الاحتياجات. أنتوا يعني على أساس أنكم تساعدوا أيضا البرامج الراعية والبرامج الراعية تساعدكم أنتوا أيضا كهيئة، ما هو المطلوب؟ كيف ننسق الجهود؟ طبعا الهيئة طبعا حديثة العهد يعني صدر المرسوم السلطاني بإنشائها في نهاية شهر مايو، ولكن إذا نظرنا إلى يعني الأعمال التي قامت بها خلال هذه الفترة الوجيزة فهي أنا أعتقد أنها يعني تدعو للشخص ل يعني الفخر بأنه فعلا هناك جهد يبذل. طيب ما هي الأعمال بالضبط؟ خبر على سبيل المثال فيما يتعلق بتنفيذ القرارات. طبعا قرارات الندوة مثل ما تعلموا أنها كلها تصب في مصلحة دعم الشباب، سواء كان من ناحية الإجراءات أو من ناحية خلق الفرص في فرص العمل في المجتمع أو الفرص الاستثمارية عفوا، أو من خلال أيضا نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع. لو أخذنا بالنسبة للفرص على سبيل المثال، عملنا مع مجلس المناقصات على تخصيص نسبة 10% من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الجانب طبعا صدر تعميم للجهات الحكومية للبدء بتنفيذ هذا الجانب لهذا الموضوع. وهناك أيضا مسألة يعني 10% من المشاريع التي تستلمها الشركات الكبيرة من الحكومة، 10% من هذه المناقصات تسند بعقود من الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا، وهذا في طريقه إلى التنفيذ إن شاء الله. هناك أيضا تخصيص الأراضي لاستخدامها كحاضنات، وفي هذا الجانب طبعا تم تخصيص أراضي في مختلف محافظات السلطنة تجارية وصناعية. بديتوا التوزيع ولا ما زال؟ لا، احنا هذه الأراضي خصصت لإقامة حاضنات عليها. احنا الآن نقوم بمشروعين في مسقط لإقامة حاضنات على في حاضنات، أحدها صناعي والآخر وين الحاضنات وين بالتحديد؟ في محافظة مسقط، ولكن ما حددت الأماكن. يعني أنا سأتريت قليلا في مسألة الإعلان عن الأماكن في الوقت الحالي حتى زين عشان نخبر الشباب، لأن من خلال البرنامج على الأقل نحن سنعلن عنها نستبق يعني سنعلن عنها إن شاء الله. طيب. لما تكون جاهزة. جاهزة. ولكن هناك مناقصات يعني راح تكون مكتملة، يعني احنا ما نبغى يعني أيضا حاضنات تكون الأماكن ضيقة زين، فعلى اساس انه فعلا اكثر من شاب يستطيع ان يقوم. احنا عندنا الان صناع يعني يكون له مكان يعني في هذه الحاضنات. طبعا الحاضنات انواع، هناك حاضنات تصلح ان تستخدم للمشاريع الصناعيه، هناك حاضنات تصلح للاستخدام كمؤسسات تقدم خدمات،
وهناك أيضا حاضنات للمؤسسات التي تعمل في مجال إعادة البيع أو البيع بالتجزئة. فما كل الأماكن تصلح لنفس المؤسسات يعني. هناك مكان في محافظة مصر يعلن عنه في وقت لاحق هناك مناقصة ستصدر بخصوص إنشاء هذه الحاضنة، حاضنة صناعية. وأيضا هناك حاضنة في مجال الخدمات، هناك في محافظة ظفار أيضا حاضنة، ومثل ما ذكرت خصصت أراضي في مختلف محافظات السلطنة لإقامة حاضنات عليها، ستكون هناك مشاريع في وهذه الحاضنات فيها تكون كافة الخدمات. هذه الحاضنات نعم الهيئة ستبني البنية التحتية في هذه الحاضنات، ستكون مجهزة مؤسسات صغيرة التي ستنطبق عليها الشروط، يكون لها مكان طيب. فيها سنحب أعلق على كلام أستاذ سالم بس أساس أن يعني الحين معنا في المسابقة تقريبا 16 فريق وكل شركة عندها فكرتها الخاصة وكذا. 16 فريق كل فريق عبارة عن شركة أيوة كل شركة العدد تتراوح من 20 إلى 16 يعني تقريبا 20 في 16 يعني أيوة. حد في الرياضيات شاطر منك أيوة فضل. فأتمنى يعني أتمنى الحين بعد مسابقة أتمنى طبعا من الهيئة أو أي مؤسسة ثانية لها علاقة في هالمجال أن تتبنى هالشركات. طبعا في المسابقة بيكون في عندنا فائزين وفي عندنا ما نسميهم خسرانين، نسميهم يعني شوف التحديات اللي متأثرين أيوة شوف التحديات اللي واجهوها يعني الصعوبات أو إن حد يجلس معاهم يكلمهم وش السلبيات وش الإيجابيات ويوقف معاهم على أساس إنه ما يكون في مرحلة إحباط عند الشباب أن إحنا ما جبنا مثلًا المركز الأول ما جبنا الثاني وصلنا المركز الأخير أو كذا يعني. فأتمنى من الهيئة أو أي مؤسسة ثانية توقف مع الشباب تشوف وش الأخطاء اللي قاموا فيها ويعدلوا لهم إياها وتبدأ شركتهم مرة ثانية من جديد يعني. طيب يعني إحنا هذا اللي جالس نقوله يعني نقول إن هذه البرامج يعني يجب أن تساعد شبيب يعني هذه البرامج يعني أنتم ما تتوقفوا عن فقط أن نحن والله عملنا المسابقة ومن ثم لا إلى ما بعد المسابقة بحيث أن نحن فعلا ندفع بهؤلاء الشباب. القصد من الموضوع أن نحن نخلق المفهوم ونخلق الثقافة ولكن ندفع بهؤلاء الشباب أن فعلا أن يكونوا تكون لديهم شركاتهم الخاصة من خلال مجاميع مختلفة. أنا في سؤال شبيب يعني حقيقة يعني هناك برامج راعية كثيرة، هناك الحين يعني حاضنات أصبحت كثيرة، بعض المؤسسات أيضا تريد الدعاية لنفسها وبالتالي تقول والله أنا أساهم يعني ما أعرف لأسباب مختلفة يعني. طيب كثرة هذه البرامج والجهات اللي تدعم يعني هل هي فعلا لصالح الشباب الرواد؟ في نسبة أعتقد دائما المنافسة تجيب الجديد. لو إحنا كنا المؤسسة الوحيدة اللي موجودة في السلطنة تقدم هذا الخدمة ما بيكون في لينا نفس الحافز لو كان عندنا منافس على اساس انه نثبت انه فعلا احنا عندنا برنامج ممتاز. تعرف السوق ما انه كبير في عمان، وانا اتكلم عن سوق التبرعات، احنا بالكامل تمويلنا جاي من القطاع الخاص. لو كنا عند المؤسسه الوحيده اللي تقدم هالخدمه التمويل ما كان بيكون عندنا تحدي، بيكون شويه مرتاحين. فوجود المنافسين دائما صحي، لكن مساله التكرار ومساله النسخ هذه اعتقد المشكله موجوده معنا. وأنا شفتها من 2006 لليوم حصلت معنا مرتين، تم استنساخ أفكار مشابهة من برامج إنجاز وحتى بطريقة التنفيذ نفسها للأسف، وما في شيء يعني هم كسروه في القانون. ملكية فكرية موجودة، ما راحوا هم أخذوا نفس البرنامج وراحوا طبقوه، أخذوا الفكر نفسه غيروا شوية فيه، أضافوا جابوا شخص جيد في التدريب وأطلقوا برنامج وعطوه اسم مختلف. هذه المشكلة موجودة معنا للأسف وبادئة تزيد، لأن هي أسهل خاصة تكلمت عن شريحة اللي تحب مسألة الدعاية لها أجندة أنه أنا مساهم في ريادة الأعمال. إيش اللي موجود في السوق؟ تعالي يا إنجاز، تعالي يا مؤسسة ثانية، قدموا لنا عروض. تقدم العروض أنت على نية أنك بتشتغل معهم، تتفاجئ أنهم أطلقوا برنامج جاي. وهذا الشيء حصل لنا مرتين، إحنا كمؤسسة قدمنا عروض وتم استنساخ الفكرة مالنا، العرض مالنا وإطلاق، وعندهم إمكانيات مالية وبشرية ممكن يطلقوها. طيب أوكي مبروك عليكم. هنا يجي دور الهيئة، من الشخص اللي جاد نوقف معاه، من الشخص اللي داخل الدعاية. وأعتقد أنا بالنسبة كمؤسسة أنظر لها هي كمظلة لينا إحنا كمؤسسات كأفراد لها علاقة بريادة الأعمال أو بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ممكن أنا في قرارة نفسي أو في عندنا مجلس إدارة من القطاع الخاص مقررين أن نطلق برنامج جديد، نتفاجئ أن الهيئة مثلا عندها أو أن البرنامج هذا موجود.
سابقا ما كان عندنا جهة محددة نروح ونسألها انه احنا حابين نسوي كذا ايش رايكم. الحين عندنا الهيئة كمرجع اساسي في رؤية واضحة، في استراتيجية تبنى على حسب علمي، ممكن نتعاون بشكل جدا ممتاز. بس اللي أتمناه مسألة الاستنساخ هذه تختفي، ما عندي مانع في المنافسة، يعطوا أكثر من مؤسسة فرصة، وفي النهاية اللي جودته على هو اللي بيثبت من خلال النتائج. بس ما تحصل والله أنا أروح أقدم عرض ويتم نسخه ويتم إطلاقه. أنا أسأل عزة أيضا، يعني كيف تنظرين عزة إلى هذه البرامج المتعددة؟ يعني هل هي يعني قادرة على تلبية احتياجاتكم أنتم كشباب رواد الأعمال؟ للحين أنا تعرفت على برنامج واحد إنجاز. اللي هو إنجاز من خلال تجربتنا وشاركنا فيه، الحمد لله إنجاز وفروا لنا كثيرة. هذه الأشياء راح تفيدنا وبنكتسب خبرات، يمكن إحنا دجين اشتغلنا في شركات ممكن سنتين ولا ثلاث ما بنكتسب الخبرة اللي اكتسبناها في هالفترة القصيرة. ممتاز. لأنه إحنا أسسنا شركة من البداية من الصفر، طرحنا أسهم وبعنا الأسهم وخلاص الفكرة بدأت تكبر وتكبر، ومن مرحلة إنتاج لتسويق. فالخبرة اللي اكتسبناها في هالمرحلة صراحة واجد كبيرة، وما أعتقد أنه إذا اشتغلت أنا في الشركة خلال سنة ولا سنتين بكتسب كل هذه الخبرة اللي اكتسبتها في إنجاز. ممكن هذه الخبرة تنقليها فيما بعد في المستقبل لمشروعك الخاص أو من خلال هؤلاء الشباب. أيوه. جيد. طيب عزان، يعني مدى إقبال هؤلاء الشباب يعني على البرامج المختلفة والحاضنات المتعددة، بحيث أن فعلا أنه تخلصوا من هذه المرحلة تنتقلوا إلى المرحلة الثانية من خلال البرامج المتوفرة وأيضا تحت مظلة الهيئة؟ والله مثل ما خبرتك، يعني الشباب الحين صار عندهم الوعي ان كيف انا اريد اكون رائد اعمال، عندهم هالشيء. يعني هالشيء اللي حطنا مثلا عندنا لما كنا تسجيل الجامعه نفس الشيء مثل ما خبرتك مسبقا، ان العدد كان عدد كبير يعني ما كان متوقع ابدا. فالناس صارت للشباب صار عندهم هالوعي اني انا خلاص ما اريد اعتمد على وظيفه معينه، اريد يكون عندي بزنس الخاص مالي على اساس اني ابدا حياتي فيه. فالحين يعني برنامج إنجاز أنا أشوفه صراحة من يعني من مقدمة هالبرامج اللي موجودة حالياً معنا. ما تمدحه ترى عشان لأنه هو موجود، لكن أنا فعلاً يعني لما يكون عندي تجربة الآن في جامعة السلطان قابوس وتجربة أيضاً في الكلية، بالتالي فعلا هناك يعني يستحقوا نحن نشيد بهم يعني. صحيح، لاني قارنت ببرامج ثانيه كنت على درايه بها الاطلاع فيها يعني، بس الحمد لله اشوف ان البرنامج كثير يعني هو الاستفاده، ما الاستفاده بس اني انا ادخل مسابقه واطلع، الاستفاده هالتدريب اللي اتدرب انا مده 6 اشهر هذا بروحه شيء استفيد منه انا كيعلموك كيف تصير رائد اعمال ناجح. هذا يمكن دوره انت تاخذها يعني بمئات الريالات في معاهد او صحيح. او في جامعات ثانيه يعني. صحيح، خاصه فيما يتعلق، انا عجبتني فكره اللي هي الاسهم، يعني بمعنى أن الأسهم توزع فيما بينكم وكأنها هي شركة يعني تنشأ في وتسجل في سوق مسقط الأوراق المالية يعني في المستقبل ربما تسجل هذه الشركة يعني. ونتمنى نحن بعد كم سنة نرجع ونجي في هذا البرنامج ونقول ها وين وصلت، وتقول نحن خلاص عاد ياسين نبيع المنتجات ونصدر المنتجات للخارج، ما كذلك؟ هي كنا يعني مثل ما تقول ما كنا نعرف كيف آلية عمل الشركات، فالحين يعني إنجاز ما شاء الله حتى مسألة الأسهم دخلوها معانا يعني، فالناس ما كانت مستوعبة الفكرة يعني هل الشركة هذه فيها أسهم حقيقية ولا بس كذا كلام على ورق وكذا يعني، بس اللي هو كان في كل شيء حقيقي يعني، في دفع وفي إيصالات وفي كل شيء. جيد. طيب أستاذ سالم، يعني كيف يمكن الجمع بين هذه البرامج وما طرحه أيضا الشيخ شبيب فيما يتعلق ب يعني عدم تكرار موضوع الاستنساخ، وبالتالي نحن نسير باتجاه أن فعلا هذه البرامج كلها تشجع هؤلاء الشباب، أنها هذه البرامج تصل إلى الجامعات إلى الكليات، أيضا أن هذه الشركات الصغيرة التي تنشأ في الجامعات والكليات أنها تستمر وأنها ستكون في سوق العمل وتكون واقع في المستقبل؟ طبعا بالنسبة للبرامج هي فعلا هناك برامج متنوعة، وبعض منها جاد وبعض منها لمجرد الدعاية. وإحنا بالمناسبة في الفترة الأخيرة بدأنا نعمل حصر لمثل هذه البرامج حتى نرى إمكانية أيضا التعاون يمكن التعاون المستقبلي فيما بعض منها فيما يتعلق بدعم الشباب. طبعا الفكرة وحدها لا تكفي، لابد أن الشخص يعني يكون لديه العزيمة أنه يستمر. الفكرة وحدها لن تعود بالمنفعة على اقتصاد البلد ولن تعود بالمنفعة على الشخص نفسه إلا إذا ترجم هذه الفكرة إلى واقع، إلى مشروع تجاري. لذلك أنا أشجع الشباب على أنهم يعني يسعوا
طبعا دائما أركز على مسألة أنه الشخص لازم لابد أن يكون يسعى بنفسه أن يكون مثابر. ربما قد تواجه الشخص بعض العراقيل بعض الصعوبات، ولكن أعتقد أنه بالمثابرة، وهذا موجود في كل دول العالم، يعني لا يوجد مكان لا توجد فيه صعوبات أو عقبات، ولكن بالمثابرة وبالروح الإيجابية أعتقد أنه بالإمكان أن الشخص. وأنتم أيضا في الهيئة أخوي سالم محتاجين إلى أن تكون عندكم دوائر مختصة فيما يتعلق بمتابعة مثل هذه المشاريع في الجامعات والكليات. ترى المشاريع في كل العالم تبدأ من الجامعات والكليات، يعني نحن نعرف يعني بعض المشاريع اللي في تقنية المعلومات بدأت صغيرة وأصبحت الآن تباع بالمليارات، يعني بالضبط. نحن فعلا نريد مشاريع من هذا النوع لشبابنا في المستقبل. نحن طبعا في الهيئة ما زلنا في البداية، وبالمناسبة الهيكل التنظيمي للهيئة ما تقولوا دائما في البداية بسكم يعني ترى بالمناسبة يعني الهيكل التنظيمي للهيئة لم يعتمد بعد، هو 3 أشهر تقريبا، أتمنى أنه يعتمد. فعندما يعتمد طبعا سيكون هناك دوائر متخصصة، وسيكون هناك أيضا توظيف لكوادر مؤهلة لكي نقدم دعم بشكل أفضل. طبعا احنا بدأنا يعني لابد أن نبدأ من مكان معين، ولكن أعتقد أنه القادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله طبعا القادم أفضل، ونحن كلنا يعني هنا في من حضر في هذا اللقاء ومن سيحضر إن شاء الله في الأيام القادمة أيضا وفي الجامعات والكليات. وأنتوا عزان وعزة ترى لكم دور كبير أيضا، أنكم هذا المفهوم ليس لا يبقى فقط لديكم، أنتم أيضا توسعوا في مدارك الشباب وتلتقوا معهم بحيث أن نحن فعلا نسير في هذا الاتجاه، لأن بهذه الطريقة نستطيع أن نحقق التنمية المستدامة. حلقتنا انتهت طبعا. في الأسبوع القادم أعزائي المشاهدين نستكمل الحديث حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، ونركز بالتحديد في الأسبوع القادم على جوانب التعليم والتدريب والتمويل والجوانب القانونية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الأعمال. الشكر للأستاذ سالم وعزان والشيخ شبيب وعزة، تحية لكم وفي معنا.